بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، استكمالا لموضوع الأهمية الغذائية للسكريات، حنتكلم إن شاء الله في نصف محاضرة فقط بشكل سريع جدا، استكمالا للساعة والنصف الذي أخذناه في السكريات، لتصبح عدد المحاضرات 5 محاضرات، وتعتبر هذه المحاضرة الخامسة. موضوع معروف بـ Glycemic Index. Glycemic Index أو معيار مستوى الجلوكوز في الدم. Glycemic Index هو مقياس لتأثير السكريات الموجودة في الغذاء، تأثير السكريات الموجودة في الغذاء على مستوى سكر الدم، مستوى السكر الجلوكوز في الدم. Then Glycemic Index is a measure of effects of carbohydrates on blood sugar levels. تأثير الوجبات السكرية على رفع مستوى السكر في الدم أو عدم رفع مستوى السكر في الدم. هذا الموضوع ذات أهمية قصوى للعامة بشكل عام ولمرضى السكري بشكل خاص، حيث يجب المحافظة على مستوى الجلوكوز في ضمن الحدود الطبيعية أو قرب الحدود الطبيعية، حتى ما نكونش مبالغين في فرض وجبات معينة، بحيث يلتزم الشخص بأن يظل مستوى الجلوكوز عنده ثابت، فهذا من الأشياء الصعبة. فنقول حتى يكون مستوى الجلوكوز في الدم near the normal values، يعني قرب القيمة الطبيعية، فلازم تعرف إيش الوجبات اللي ترفع مستوى السكر في الدم، وكيف تعمل على رفع مستوى السكر في الدم، والوجبات السكرية الأخرى التي لا ترفع مستوى السكر في الدم. ففي نهاية المطاف تأخذ برنامج معين أو تمشي على خطة معينة بحيث تتفادى ارتفاع مستوى السكر في الدم ومضاعفاته الوخيمة التي لا يحمد عقباها. فإيش تعريف الجلايسيميك إندكس؟ الجلايسيميك إندكس لغذاء معين، تأثير الوجبة الغذائية على مستوى السكر في الدم، يعرف بأنه area under curve of the test food على area under curve of the standard food في 100 في 100، إذن هي نسبة مئوية. والإيضاح أو الشرح هذا التعريف، بنقول بأنه كم كمية الجلوكوز التي ارتفعت بعد أخذ وجبة غذائية معينة، بعد غذاء معين، أي وجبة لا نعرف تأثيرها على مستوى السكر في الدم، حنلاحظ كم مدى الارتفاع في مستوى البلد جلوكوز بعد أخذ وجبة معينة، مقارنة بذلك الارتفاع الذي يحدث من تناول وجبة ستاندرد قياسية. يعني أي وجبة غذائية نريد نختبر تأثيرها على مستوى السكر في الدم، حنلاحظ بعد ساعتين 2 hours blood glucose response following the ingestion of a fixed portion of carbohydrates، كم الارتفاع في مستوى الجلوكوز بعد ساعتين من تناول وجبة معينة، مقارنة بالارتفاع الذي يحدث في مستوى الجلوكوز في الدم طبعا بعد ساعتين من تناول وجبة قياسية من السكريات. وفي الغالب الستاندرد هو إما 50 جرام من الجلوكوز أو خبز أبيض، خبز من هذا الأبيض، الدقيق الأبيض، كميته تساوي 50 جرام، إما 50 جرام جلوكوز صافي أو خبز أبيض ما يساوي 50 جرام من الخبز الأبيض، واضربها في 100. إذن إحنا نريد نعرف التست فود، الغذاء الذي نريد نختبر تأثيره في رفع مستوى الجلوكوز في الدم. فعشان نحسب كم الجلايسيميك إندكس حق أغذية معينة، حق غذاء معين أو بعض الأغذية المعينة، لازم أن نأخذ البيانات من مجموعة من الأشخاص. هنا المرجع كاتب لك 10 أشخاص. إيش اللي بنسوي في 10 أشخاص؟ لازم نعطيهم ستاندرد فود وتست فود،
الستاندرد فود هو إما 50 جرام جلوكوز أو خبز، 50 جرام من خبز أبيض. كل واحد من 10 الأشخاص نعطيه 50 جرام من الجلوكوز أو 50 جرام من الخبز الأبيض، وبعد ساعتين نشوف كم ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم لدى كل واحد. وفي نفس الوقت طبعا في وقت آخر، طبعا مش من نفس الوقت، لإجراء الحساب لهذه المجموعة من الأغذية نقوم بإعطاء 10 الأشخاص غذاء آخر، أي وجبة سكرية نفس الكمية من السكريات، ونحسب الجلايسيميك اندكس لهذا الغذاء اللي نريد نختبره من هذه المعادلة، فنشوف ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد ساعتين من تناول الغذاء الذي نريد نختبر تأثيره على مستوى سكر الدم، ونقارنه مع ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بعد أخذ بعد إعطائهم الستاندرد ميل أو الستاندرد فود، ونرسم الكيرف منحنى، وحنشوف حنحصل على تأثير كل غذاء في رفع مستوى السكر في الدم. فإذا كانت الأغذية ترفع مستوى السكر في الدم كثير، حنقول أن هذه الأغذية الغذاء الفلاني أو الغذاء الذي يحتوي على عناصر غذائية كذا كذا أو أطعمة مسماه بالتفصيل، يعني بالضبط نسميه الأطعمة، هذه لها هاي جلايسيميك اندكس او ميديوم او مودريت جلايسيميك اندكس او لو جلايسيميك اندكس. في النهاية قلنا حنقرر ما الذي سنعطيه لمرضى السكري وما الذي سننصح بتجنبه من هؤلاء الاشخاص من المرضى. طيب التفسير، تفسير النتائج. طبعا الكربوهيدرات التي تتكسر او تهضم بشكل سريع راح توصل الجلوكوز الى الدم سريعا، وبالتالي سوف تمتلك هاي جلايسيميك اندكس، ومثال ذلك السكريات الاحادية والثنائية زي ما تكلمنا عن خطورة السكروز، السكر الابيض هذا في رفع مستوى السكر في الدم، بينما الكربوهيدرات التي تكسر ببطء يعني هضمها صعب لأن تركيبة السكريات الموجودة ضمن الطعام أو الغذاء المعين حيكون موجود بتركيبة معينة بحيث أنه من الصعب تحرير هذا السكر بسرعة، لذلك حتحرر الجلوكوز بشكل بطيء جدا إلى الدم، فحيرتفع مستوى الجلوكوز مش سريع، حيرتفع تدريجيا جرادولي، وبالتالي هذه الأطعمة حتمتلك low glycemic index. لو جلايسيميك اندكس. طبعا من 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 خلال الكلام البسيط هذا مفهوم تأثير السكريات الغذائية على مستوى السكر في الدم حنكون عارفين منطقيا او بديهيا او شيء واضح ويسير انه الأغذية التي لها لو جلايسيميك اندكس او توصل مستوى الجلوكوز في الدم، توصل مستوى الجلوكوز الى الدم بشكل بطيء، حيكون رفع مستوى الجلوكوز فيها قليل، مستوى الجلوكوز في الدم تحت تأثيرها حيكون ضعيف، وبالتالي حتكون محبذة أو مستحبة مش لبس المرضى السكري للعامة، بعكس الأغذية التي ترفع مستوى السكر بشكل كبير. وهنا كاتبين لكم في المرجع food with low glycemic index has a significant health benefits، لها تأثيرات صحية أفضل أو هامة. الأغذية التي لها جلايسيميك اندكس منخفض حتكون لها ايجابيات صحيه افضل من الاغذيه التي لها هاي جلايسيميك اندكس، وهذا الكلام يخص مرضى السكري ديابيتيك بيشنتس الذي يجب ان يعطوا اغذيه لا ترفع مستوى السكر في الدم عندهم بشكل كبير، لانه كل ما اعطي الشخص وجبه غذائيه لا ترفع مستوى السكر في الدم، سكر الجلوكوز في الدم كثيرا، كل ما كان الطلب على الأنسولين قليل، lower insulin demand، وبالتالي هذا الشيء كل ما أنت تنظم مستوى الجلوكوز عندك بدون احتياج لكميات كبيرة من الأنسولين، كل ما كان مستوى الجلوكوز ماشي بشكل منتظم
فترة أطول، فتعرضك لمرض السكري. حتى إن لم تكن مريض سكري، تعرضك المريض السكري حيكون أقل. وبالمقابل الأغذية التي ترفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع هذه حتؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي حيزداد طلب الجسم للأنسولين. ولما يزداد الطلب على الأنسولين، أنتم عارفين زي ما شرحت لكم في المحاضرة الماضية أن هذا سيعمل على استهلاك خلايا البنكرياس، وبالتالي تعرضك لمرض السكري حيكون أسرع. وإن كنت في قدك مصاب بمرض السكري صراحة، فمضاعفات مرض السكري حتكون واضحة أكثر. طبعا يهمنا في النهاية، لأن احنا بنأخذ مقرر النيتروشن، classification of food according to glycemic index، كيف تصنف الأغذية طبقا للجلايسيميك اندكس حقها او تأثيرها على رفع مستوى السكر في الدم. طبعا تصنف الأغذية طبقا لهذا المعيار الى 3 groups. المجموعة الاولى foods with low glycemic index، وحيكون حقها الجلايسيميك اندكس المعادلة اللي شفناها فوق، إما الناتج حيكون إما 55% أو أقل، بينما الأغذية المتوسطة اللي حقها الجلايسيميك اندكس ميديوم أو مودريت حيكون الجلايسيميك اندكس من 56، شوفوا هنا 55 أو أقل، هنا حتكون من 56 إلى 69. بينما لو كانت الجلايسيميك اندكس 70 او اكثر، حتصنف الاغذية على انها تمتلك هاي جلايسيميك اندكس، حتكون 70 او اكثر. في معكم examples of foods، امثلة على اغذية لها جلايسيميك اندكس منخفض ومتوسط ومرتفع. المثال الاول، المجموعة الاولى التي لها low glycemic index، أغلب الفروتس، الفواكه، أغلب الفواكه ما عدا الوترميلون والبناناز، ما عدا الشمام، عفوا الحبحب، البطيخ والموز، أغلب الفواكه تأثيرها على مستوى السكر في الدم منخفض، ما ترفع مستوى السكر في الدم، ما عدا الحبحب، البطيخ والموز. ايضا الفيجيتابلز، الخضروات، اكسبت بوتيتوز، ما عدا البطاطا، معروف البطاطا ترفع السكر كثير. الليجمنز، بيناتس، بلسز، البقوليات بشكل عام، البقوليات بشكل عام لها تأثير ضعيف على مستوى رفع مستوى السكر في الدم. ايضا الاطعمة التي فيها كربوهيدرات قليلة جدا مثل السمك والبيض واللحوم وبعض انواع الاجبان، يكون فيها كمية السكريات قليلة جدا، فيكون تأثيرها ضعيف أو تمتلك جلايسيميك اندكس منخفض. طبعا الأرز فيه معنا ثلاثة أنواع، الرز البني كأنه تركيبة النشأ فيه معقدة، فيحتاج طبخ كثير، فيحتاج طاقة أثناء هضمه، طاقة عالية، فيحرر الجلوكوز إلى الدم بحكم أنه يحتوي على نشأ، يحرر الجلوكوز بشكل ضعيف جدا، بشكل بطيء جدا، فحيكون تأثير البراون رايس، الأرز البني، أو تأثيره على مستوى الجلوكوز في الدم منخفض قليل، ففي النهاية حيصنف as low glycemic index food. لاحظوا الآيس كريم واحد من الأغذية التي تمتلك low glycemic index. اللي يشوف يعني يذوق الايس كريم يقول هذا فيه سكر كثير جدا، لكن لماذا الايس كريم صنف كطعام او غذاء، يعتبر غذاء له لو جلايسيميك اندكس بالرغم من انه حتى مذاقه حلو كثير جدا؟ السبب في ذلك وجود كميات كبيره من الليبيدز في الايس كريم، توجد كميات كبيره من الدهون، كميه الدهون العاليه في الايس كريم تقلل امتصاص الجلوكوز الموجود في الايس كريم، تقلل امتصاص الجلوكوز من الامعاء الى الدم، فتاثير الايس كريم في النهايه على
رفع مستوى السكر في الدم قليل مش كثير، بالتالي أحيانا أحيانا مش بشكل مستمر، أحيانا ما فيش مشكلة لو مريض السكري يأخذ آيس كريم، عشان بعدين ما تأخذوا الكلام هذا وتطبقوه على ناس ممكن يتضرروا أو شيء. إذا السبب في ذلك وجود كمية كبيرة من الدهون في الآيس كريم تقلل وصول الجلوكوز إلى الدم. ومن أمثلة الأغذية التي يكون معها لها ميد جيم جلايسيميك اندكس منتجات القمح بشكل عام، الأرز البسمتي باسمتي رايس، وهذا تركيبة النشأ فيه أو تصميم النشأ داخل الأرز البسمتي غير تصميم النشأ داخل الأرز البني، فهيوصل الجلوكوز بشكل أعلى إلى الدم بشكل أعلى من توصيل الجلوكوز إلى الدم عن طريق أخذ البراون رايس. السكر يسمى تيبل شوجر، أغلب منتجات الأرز الأبيض والبطاطا الحلوة والموز هذه كلها تصنف على أنها كربوهيدرات أو دايتري كربوهيدرات with medium glycemic index. الأغذية التي تحتوي على سكريات وبيكون حقها الجلايسيميك اندكس عالي 70 أو أكثر، الأرز الأبيض white rice، وكل ما قلنا فيه ثلاث أنواع من الأرز بني وبسمتي وأبيض، بمعنى أنه كمية النشا قد تكون هنا أعلى، أعلى من البسمتي وأعلى من البني، هذا من ناحية. ثاني شيء تصميم النشا أو ارتباط النشا داخل حبات الأرز هنا في الرز الأبيض حتكون سهلة، أسهل من الرز البسمتي وأسهل من الرز البني، وبالتالي تحرير الجلوكوز من الأرز الأبيض بيكون أسرع من النوعين السابقين. كورن فليكس رقائق الذرة، أيضا الخبز الأبيض هذا مؤذي جدا ويرفع السكر بشكل كبير جدا، والشيبس البطاطا المقلية هذا، والوتر ميلون زي ما قلنا الحبحب أو البطيخ. فأنتوا يعني في النهاية كطلاب تغذية خصوصا لأنكم حتتعاملوا مع وصف أغذية متنوعة وخاصة أغذية الرجيم وأغذية مرضى السكري، لازم تكونوا عارفين الأمثلة على كل مثال على كل مجموعة، لازم تكونوا عارفين أسماء الأغذية ذات اللو جلايسيميك اندكس والميديوم والهاي جلايسيميك اندكس، بس تلاحظوا وتفسروا كثير، تدخلوا في أو تبحثوا بشكل عام عن كثير من التفسيرات حول آلية رفع الجلوكوز في هذه المجموعة، وليش هذه متوسطة وليش هذه قليل. أنا على سبيل المثال جبت لكم مثال الآيس كريم بأنه يحتوي على كميات قليلة من كميات كثيرة من الليبيدز، وبالتالي حيقلل وصول الجلوكوز عن طريق تقليل عملية الامتصاص. وبشكل عام الأغذية التي لها هاي جلايسيميك اندكس هذه حتكون ريستريكتد خاصة لمرضى السكري، يعني ممنوعة أو يجب التقليل منها بشكل كبير جدا، بينما الأغذية التي تحتوي على أو لها لو جلايسيميك اندكس حتكون محببة وحتستخدم لمرضى السكري أو لأصحاب الريجيم أو الحمية الغذائية، وتوازي في تأثيرها تقريبا تقريبا تأثير وجود الدايتري فايبرز في الأغذية. طبعا تايب اوف ستارش يأثر على الجلايسيميك اندكس فاليو، الفات اند بروتين كونتنت، كل ما كان البروتين او السكر الليبيدز عالية كل ما قل الجلايسيميك اندكس، ايضا وجود السوليوبل دايتري فايبرز بتأثر. خلاص انتو بس ايش اقول لكم، ركزوا لي على الامثلة، ركزوا لي على الامثلة، ممكن يجي لكم مثال من هنا ومثال من هنا وخلاص. هذا الموضوع هو بس متعلق بال dietary importance of carbohydrates، الأهمية الغذائية للسكريات، فكان آخر نقطة لازم نتكلم عنها في المحاضرة هو تأثير السكريات على رفع مستوى السكر الجلوكوز في الدم.
اللي سميناه جلايسيميك اندكس، وعرفنا كيف نحسبه من قياس او من ملاحظة او من تسجيل. رفع مستوى السكر بعد ساعتين من اخذ وجبة مجهولة، مجهولة التأثير على رفع مستوى الجلوكوز بعد اخذ وجبة ستاندرد مثالية او قياسية، وهي 50 جرام من الجلوكوز او من الخبز الابيض في 100. ومعرفة اهمية الاغذية التي لها لو جلايسيميك اندكس في المحافظة على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، ولدى مرضى مش مرضى، لدى الأشخاص الذين يبحثون عن الويت لوس أو فقد الوزن باستخدامهم لبرامج حمية معينة. هذا كل ما في الأمر. هذه 20 دقيقة تقريبا هي استكمال للمحاضرة الماضية التي كانت ساعة ونصف، فالساعتين أنا حسبتها هكذا إنه ساعة المحاضرة الأولى والساعة الثانية المحاضرة الثانية، فنكون بذلك خلصنا المحاضرة الخامسة، وحنبدأ إن شاء الله في المحاضرة السادسة بموضوع dietary importance of lipids أو importance of dietary lipids، أهمية الدهون في الغذاء أو في التغذية بشكل عام. بالتوفيق إن شاء الله، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.